بأشرف أن يكون موجودا النهاردة في حرم ورحاب جامعة الأزهر العريقة بما لها من تاريخ في العلم وفي الخير وفي رسالات الحقيقة عديدة من التنمية وخدمة المجتمع بالإضافة إلى العلم. النهاردة احنا في ضيافة الدكتور أستاذ الدكتور محمد المحرساوي رئيس جامعة الأزهر وفريق العمل، بنوقع اتفاقية تعاون من أجل إنشاء وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الأزهر. يمكن هذه الوحدة تشمل أكثر من نشاط، جزء منه يعني الحقيقة بيشمل خدمات الحماية الاجتماعية اللي بتوجه للطلاب غير القادرين ولدعم الطلاب في حالات الطوارئ والإغاثة، لتقديم أيضا خدمات للطلاب ذوي الإعاقة. أيضا يشمل بروتوكول شق التمكين الاقتصادي لتنمية الروح والعمل الإنتاجي لدى الطلاب، ولفتح المجال بالتعاون مع بنك ناصر من أجل إتاحة مشروعات متناهية الصغر ومعارض منتجين للطلاب المنتجة. أيضا بيشمل البروتوكول جزء خاص بالعمل التطوعي وفتح الآفاق للطلاب للمشاركة في خدمة المجتمع وفي جهود التنمية، سواء بوزارة التضامن الاجتماعي أو بالجمعيات الأهلية، وفتح المجال أيضا لحملات التوعية داخل الجامعة أو خارجها في برامج مختلفة تهتم بها وزارة التضامن وتأخذها على عاتقها، زي برنامج وعي وبرنامج مودة وبرنامج اتنين كفاية وبرنامج مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. أيضا بنعمل على الاستعانة بخبرات الأساتذة الأجلاء في مجالات العمل المختلفة. هدف وزارة التضامن وأنها تؤمن بموضوعات الشراكة مع كافة الشركاء خاصة الجامعات. نعتقد أن الشراكة مع الجامعات هو شيء هام جدا بالنسبة للوزارة، يمثل الشباب ما يقرب من 40% من نسبة السكان في مصر، ولذلك هي فئات صامدة وصاعدة وقادرة على أنها تساهم وتساعد في بناء مصر. الحقيقة أيضا بيشمل التعاون الشراكة في مجالات أخرى زي حملات الإغاثة داخل وخارج مصر خاصة في الدول الإفريقية. مصر لها دور كبير في التعاون مع الدول الإفريقية، كانت توجيهات القيادة السياسية إن احنا نسعى دائما كوزارة التضامن الاجتماعي وكجهات حكومية وأهلية مختلفة لخدمة المجتمع داخل وخارج مصر، وأن تحتل مصر مكانتها التي تستحقها على مستوى الدول المختلفة سواء في المنطقة العربية أو الإفريقية أو على مستوى العالم أجمع. نحن سعداء بهذه الشراكة ومستبشرون خيرا بها، وإن شاء الله مع جامعة الأزهر بأساتذتها الأجلاء وتحت مظلة الأستاذ الدكتور محمد المحرساوي بنقول معا سننجح. وبرحب بشباب أيضا الأزهر وبقول أن لنا كثير من الأمال عليكم، ونحن واثقون من مشاركتكم الكريمة والعزيزة التي تستحقها بلدكم والتي أستحقون أن تكونوا في الفعل أبنائها الكرام. كثير من الناس يخطئون ويظنون أن جامعة الأزهر جامعة دينية تعنى بالعلوم الشرعية والعربية فقط، وهذا خطأ، فهي كما تعنى بالعلوم الشرعية والعربية هي أيضا بها كليات علمية وتطبيقية. كثير من الناس يظنون أنها جامعة تعليمية فقط، وهذا أيضا خطأ، هي كما هي جامعة تعليمية هي أيضا جامعة في خدمة المجتمع، ولأنها في خدمة المجتمع قامت الجامعة بالتواصل مع العديد من الهيئات ومن الوزارات المهمة التي تتعاون معها جامعة الأزهر، وزارة التضامن الاجتماعي، ولنا مع الوزارة العديد من الجهود، ومن أكثر الجهود التي نقوم بها القوافل الطبية وقوافل المعونات وقوافل محو الأمية والقوافل التوعوية، وهذه القوافل تجوب المحافظات والقرى والنبوع. وآخر قافلة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي كانت منذ 3 أيام يوم السبت في الفيوم، وقبلها كنا في سيوة وكنا في الشيخ زايد، يعني محافظات عديدة، فالجهود مع وزارة التضامن متعددة. اليوم الحمد لله سنقوم بعمل بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر
وبين وزارة التضامن الاجتماعي في إنشاء وحدة لتبني الطلاب للإنفاق عليهم لمتابعة الطلاب في المدن الجامعية لتيسير القروض بالتعاون مع بنك ناصر لسهولة التكليف بالنسبة لخريجات جامعة الأزهر والاستفادة بهن. فالحقيقة أنا سعيد جدا بالتعاون مع وزارة التضامن لأن سياسة الدولة عدم الاقتصار على جهد المؤسسة، بل يجب أن يكون هناك تعاون مع جميع المؤسسات حتى نصل إلى الخدمة المثلى، لأن لا شك أن يد الله مع الجماعة. نحن نقوم بعمل فردي مقبول، لكن الأفضل من العمل الفردي العمل الجماعي. لا شك أننا حينما تكون القوافل جامعة الأزهر مع بيت الزكاة المصري مع وزارة التضامن مع وزارة الصحة مع جهات أخرى، أظن أن القوافل ستكون على أعلى مستوى. فبالتالي الآن بدلا من أن تكون الجهود عبارة عن أفكار، لا، الجهود ستكون مقننة من خلال بروتوكول تعاون. نقوم إن شاء الله بتسيير القوافل بصورة منتظمة على مستوى الجمهورية والقرى والمحافظات. نقوم أيضا بتبني أبناء الجامعة سواء في الإنفاق عليهم، في صرف أجهزة، في صرف إعانات، في تيسير القروض، في تبني مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر. نقوم أيضا برعاية أهالي الطلاب. كل هذا سيكون إن شاء الله من خلال وزارة التضامن. كل الشكر والتقدير لمعالي الوزيرة على تشريفها لجامعة الأزهر.